قرر كابينت كورونا في ختام اجتماعه العودة إلى فرض بعض التقييدات بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد وارتفاع الحصيلة اليومية من الإصابات. وتتعلق التقييدات الجديدة بتكثيف الفحوصات في دور المسنين وفي المخيمات الصيفية للأطفال، إضافة إلى فرض العزل الصحي لمن عاد من الخارج حتى صدور نتيجة فحصه، وفي حال كان سلبيا يمكنه العودة إلى بيته. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا سائد غرة، وهو مدير مناوب في مستشفى هداسة عين كرم. مرحبا بك أستاذ سائد. أستاذ سائد، هل تسمعني؟ مساء الخير. مساء النور. أستاذ سائد، هل برأيك هذه العودة إلى التقييدات الجديدة، نحن في بداية أن تعود التقييدات وتسيطر على حياتنا، خصوصا مع ارتفاع نسبة وعدد المصابين اليومي، تجاوز 500 مصاب يوميا حتى الآن؟ نعم صحيح. حسب المعلومات التي تصل وزارة الصحة يوميا وبشكل يومي ومكثف، إذا لاحظنا ب 30/4 كان عندنا فقط 74 مريض، في 21/5 كان عندنا 27 مريض، الآن 5/7 في عندنا 500 مريض. بعد فك كل التقييدات اللي كانت من كل ما يتعلق بالسفر خارج البلاد والعودة من خارج البلاد، العودة من خارج هناك البلاد، هناك ارتفاع ملحوظ جدا، وليس فقط الطلبات بالضبط معك. العودة من خارج البلاد وعدم التقيد بالحجر الصحي، هاي إحدى الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى تفشي الفيروس من جديد. المعلومات الموجودة الآن إنه الأولاد من ما يقارب في عنا 1466 طالب وطالبة مع الكورونا، و100 معلم من الهيئة التدريسية. هل هذا رقم قياسي؟ مع الكورونا، بحيث انه 57% من هذا رقم قياسي، بالاخص انه المدارس اغلقت قبل اسبوعين، وفي عندنا الان 57% اللي هو ما يقارب 830 طالب وطالبه من المرحله الابتدائيه. هل هذا يمكنه ان ندرس او نعرف كورونا شيء عن طبيعه هذه الطفره الجديده، الطفره الهنديه؟ هل هذا له دخل بأن العدوى تنتشر بصفوف الأطفال بطبيعة الطفرة الجديدة؟ بطبيعة الحال لو كان المرض ما زال موجود، حتى لو كما في باقي البلدان في العالم، كنا لا نستغرب أن الأولاد هم المصابين. نعم، المصابين أو الشريحة الكبرى في مرحلة التطعيم جيدة جدا في البلاد. في انخفاض في نجاعة التطعيم لا شك، حسب ما صرحت وزارة الصحة في عنا انخفاض نجاعة التطعيم بنسبة 64%، بحيث أنه كل بني آدم اتطعم في عنده الآن إمكانية أنه يصاب بالعدوى، وأنه مش فقط يصاب بالعدوى. كان أستاذ دكتور برضو يكون عنده أعراض. شكرا جزيلا لك دكتور سائد على هذه المداخلة.